صباح الخيرات والبركات على كل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو. إن شاء الله يوم جمعة مبارك نتمنوه للجميع. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة، وأكيد الأوفياء ديال البرنامج كلهم كيعرفوا على أنه الحلقات ديال يوم الجمعة هي موعد رفقة الأستاذ محمد الحليمي أخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية، وفي سلسلة من الحلقات اللي هي خاصة بتغذية الأطفال. كانت طبعا الحلقة الماضية كان هذا هو الموضوع ديالها، واليوم احنا مستمرين إن شاء الله لأنه الموضوع كيستحق بطبيعة الحال. غادي نمشيو عند الأستاذ محمد الحليمي، هو معنا على الخطفة. صباح الخير ويوم جمعة مبارك إن شاء الله. تحية لك أختي عفاف، وتحية لفريق العمل، وتحية للمستمعين الكرام، وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله كنتمنوا. شكرا جزيلا أستاذ الحليمي. اليوم إن شاء الله إحنا مواصلين كيف ما قلت في سلسلة من الحلقات اللي هي خاصة بتغذية الأطفال. فهنا أستاذ الحليمي أول سؤال غادي نتكلموا من خلاله على الأغذية الموسمية اللي هي كاينة دابا، بحال مثلا الرمان، بحال التمر، ربما الزيتون غير أيام، أو كاينين الناس اللي أصلا بداو الجني ديالو. فبالنسبة لهاد الأغذية القيمة ديالها عند الأطفال واش بحالها بحال الكبار؟ نعم أكيد الموسمية بالنسبة للكائن البشري سواء كان طفل ولا كيف ما كان كتبقى مهمة بزاف، ولكن اليوم إن شاء الله غادي نركزوا على واحد الحالة اللي لاحظوها الناس مؤخرا، واللي كانت ضمن الاقتراحات اللي كانوا الناس طالبوني أني نهضر عليها، هي إفراط النشاط عند الأطفال. كما الأطفال عندهم ما يسمى بيبر أكتيفيتي، كتكون مرافقة ماشي غير بزيادة نشاط، حتى ذاك التركيز ما كيبقاش. يعني هذا التشخيص هذا معروف عند الناس يسمى بالTDAH أو لما يسمى بالتروبل دو ديفيسيت دو لاتانسيون اي دو ليبر أكتيفيتي شي لانفون. يعني هذا معروف، هذا TDAH كل شيء كيعرف إخوان كيعرفوا هذا المصطلح هذا. ألوغ هذا ما يسمى بليبر أكتيفيتي ولا زيادة نشاط عند الأطفال. بالنسبة لهذا المشكل ما هو إلا ترجمة لذاك الصدمة ديال الطفل بعد انتقاله من الإقامة من رحم الأم إلى رحم الأرض. يعني ما كيجي الطفل وكيلقى واحد الحياة اللي هي حياة سريعة، واحد النمط اللي هو نمط سريع، كيتفاجأ بهاد الحياة هذه. بالإضافة إلى فعلا هذه الأغذية اللي ولا الإنسان اليوم كي يأخذها، وخاصة الأطفال. ودائما أنا كنقول الأطفال علاش كتكون الخطورة كبيرة، لأن أولا الوزن قليل، ثانيا واحد الحاجز اللي هدرنا عليه في الحلقة الماضية وهدرنا في عديد من الحلقات هو ما يسمى بلا باغيار إيماتونسيفاليك، واحد الحاجز الفيزيولوجي في الدماغ مازال ما تكونش عند الطفل، هنا كتزاد الخطورة. هو في الجانب ديال الطفل ما كيتزاد الطفل كتكون عنده سنتين، سنة كثرة الحركة وسنة كثرة الأسئلة. ولكن في الحياة اليومية كنلاحظوا أن الأطفال خرجوا على الإطار اللي كنرسموا لهم بواحد الحركية اللي هي حركية مفرطة خارجة عن المألوف، وهذا الشيء اللي غادي نطرقوا له اليوم، وغادي نربطوه مباشرة بالجانب الغذائي مباشرة، أقول مباشرة 100%. بالنسبة للكائن البشري حنايا في الجسم ديالنا هو ما فيها بس، لأن إحنا إلا كان شي واحد أولى أنه يعرف الجسم دياله هو في حد ذاته، قبل من ما يعرفوا شي واحد اخر، حنا اولى اننا نعرفوا الجسم ديالنا، واخا لان الله سبحانه وتعالى اول كلمه نزلت في القران هي اقرا ونحن شعب اقرا. الكائن البشري عنده نظامين كيتسمى السيستم اندوكرينيا وكيتسمى لو سيستم نيرفو. الوغ هادوما هما داك الخط الهاتفي اللي عندنا في الجسم ديالنا. الوغ لو سيستم اندوكرينيا يتعلق بالغدد، يتعلق بالغلاند، ولو سيستيم نيرفو يتعلق بالجهاز العصبي. شنو الفرق بين هاد النظامين هادو؟ هو ان هاد النظام الغدد عنده الموصل ديالو هو الدم، واخا اي ماده كتفرز في الدم. لو سيستيم نيرفو الموصل ديالو هو النواقل العصبيه كيكون السرعه عاليه. الوغ الكثره النشاط شنو معناتها؟ احنا عندنا واحد العضو للأسف هملناها بزاف في الجسم ديالنا، ما يسمى بالغدة الكظرية أو لي غلاند سورينال. ألوغ شنو هي الغدة الكظرية باش الناس يعرفوا بشكل بسيط؟ الغدة الكظرية هي داك إلا بغينا نقولوا داك البطارية ديال الجسم. يعني عندك طاقة، مثلا عندك سيارة، عندك مثلا داير المازوت، ولكن إلا ما عندكش البطارية مزيانة ما غاديش تزيد هاد السيارة. هذا هو الجسم ديالنا. ألوغ حنا عندنا مشكل في البطارية. الغدة الكظرية باش يفهموها الناس وبشكل دقيق جدا هو البطارية ديال الجسم ديالنا. أنا علاش؟ لأن في وسط
الدماغ ديالنا كاين النواقل العصبيه، تسمى بالنواقل العصبيه، كاين انواع. الاخوان الاطباء كيعرفوا، حتى الناس المستمعين خصهم يعرفوا هذه الاشياء. نواقل عصبيه شنو معناتها؟ معناتها بين الخليه العصبيه والخليه العصبيه لابد من مرور واحد السيوله العصبيه كيميائيه وكهربائيه. الوغ باش تدوز هاد السيوله خاصنا نواقل عصبيه، منها الجابا، منها الادرينالين، منها الدوبامين، منها النوردرينالين، منها السيروتونين، منها لاسيتيل كولين. الوغ هادو شنو هما؟ مي كان الانسان كيشوف السياره كيلقى اللومبرياج وكيلقى الفران وكيلقى الاكسيليغاتور. الوغ هادو الثلاثه هما اللي كيتحكموا في داك المسار ديال داك السياره. الوغ واش تفراني، واش تزيد، واش تدور، واش تحبس، واش تهدي، هادوما هاد لي النواقل العصبيه هي من تتحكم في التصرفات الشخصيه والذكاء والسلوك عند الكائن البشري، مثلا كان طفل ولا كان كائن كبير. لما يتعلق الامر بالغده الكظريه ولا الغدد الكظريه، هما لحسن الحظ ان كاينين جوج اللي كيتسموا لي غلوند سورينال. علاش سورينال؟ لان كيجيو فوق الكليه، واخا اعضاء بسيطه ولكن الدور ديالهم رائع جدا لواحد الدرجه الانسان ما يتصورهاش. عندنا هذا العضو، هذا هو عضو واحد ولكن الجميل فيه انه مكون من جوج اعضاء، عضو داخلي وعضو خارجي. الوغ العضو الخارجي كيفرز لنا الكورتيزول وكيتفرز ما يسمى بلي زغمون ستيرويديان. الوغ شنو هما هاد لي زغمون ستيرويديان؟ هما لي هاد لي زغمون اللي كيتكونوا من الكوليسترول. داكشي اش قلنا حنا الكوليسترول هو نعمه. الجزء الداخلي كيكون لنا الادرينالين، النورادرينالين والدوبامين. الوغ هاد الدوبامين وهاد الادرينالين والنورادرينالين هما اللي ناقصين عند الطفل باش كيكون عنده زياده النشاط، افراز النشاط. علاش؟ لان عندهم علاقه مباشره. نعطيو غير مثال، كنقولوا ماده بريكورسور. شنو معناتها؟ معناتها ان الجسم كيصنع هاد الماده من هاد البريكورسور، مثلا الادرينالين، النورادرينالين والدوبامين. هادوما عباره عن مواد ونواقل عصبيه تصنع من واحد الحمض الاميني يسمى التيروزين. وهاد التيروزين ملي كيجي من التغذيه. مثلا السيروتونين هو عباره عن ناقل عصبي ما يسمى بسنك اتش تي بي، الاخوان كيعرفوا هاد المصطلحات هذيا. الوغ ملي كيجي هذايا السيروتونين كيجي فقط من التغذيه، هو كيجي من حمض اميني يسمى التريبتوفان. فين كاين في النخله وكاين في الشعير وكاين في الاغذيه الطبيعيه، واخا. الوغ هادشي هذا كامل ماذا يوحي بان عندنا مشكل. الطفل عنده مشكل في الغدد الكظريه، عندنا هاد الباتري هادي عندنا ناقصه بزاف، والطفل ما كيكون عنده هاد النواقل هادي ناقصه، السيوله العصبيه ما كتبانش. شنو الدور ديال النورادرينالين؟ النورادرينالين هو شنو؟ هو اللي كيتحكمنا في التعلم، هو اللي كيخلينا نكونوا اجتماعيين، هو اللي كيتحكم في الكميه ديال المعلومات اللي كتجينا للدماغ ديال الطفل. نعطي مثال، بعض المرات الانسان كيكون كي مثلا كيراجع مثلا كيحفظ، ولكن كاينه ضوضاء حداه، كاينه صداع حداه، كاينه اضاءه بزاف، ولكن الدماغ ما كيردش البال لهذا الشيء هذا كامل، مكونسونطري مع الدراسه. هذا الدور ديال النور ادرينالين اللي كتعطينا الغده الكظريه. الوغ هذا هو المشكل اللي عند الطفل بشكل بسيط. مع العلم ان دائما بعض المرات كنلقاو كنقولوا لا كاين الحلول، كاينين بعد ما يسمى بليكاميزول كيميك اللي كياخذهم للاسف، وانا اتاسف على هذا الشيء هذايا، اللي كياخذهم بعض الاطفال من اجل انهم يخرجوا من هذا الماء. استقبال عن العلم اننا كندخلوا وهذا الشيء هذا كيحد من كفاءه الطفل، ومعروف واحد الدواء راه كيعرفوه الاخوان الاطباء، لا داعي لذكر الاسم العلمي ديالو، ولكن هو عباره عن اللي كنسميو حنا كاميزول كيميك. هذا اخطر ما يمكن ياخذه الطفل. الوغ الدوبامين والال دوبا كاينه في التغذيه، التريبتوفان كاين في التغذيه، التيروزين كاينه في التغذيه. الوغ الحل هو غذائي، لان المشكل لان المشكل كيجي لنا من نقص هذا الاحماض الامينيه. داكشي علاش ارتئينا اننا نهضروا على هذا الموضوع، لان موضوع في الجوهر ديالو هو اشياء بسيطه، ولكن بالنظام الغذائي ديالنا ولينا تخلينا على هذه الاحماض الامينيه اللي هي دقيقه في التغذيه. مع العلم انا فين كاينه في النخله اللي عطيناها البقر، كاينه في النخله اللي عطيناها الحيوانات، احنا اولى بها. الوغ كاينه في الشعير، كاينه في النخله، كاينه في الطبيعه كامله، في الفواكه والخضر. الا عطينا الاطفال هذه الاشياء كنعطيهم هاد الاحماض الامينيه، وما كيكونش الطفل عنده هاد الافراط. هو النشاط كاين عند الطفل مفطور عليه،
ولكن الناس كيلاحظوا ان بعض الاطفال عندهم افراط في النشاط او ليبر اكتيفيتي هو اللي عن طريق. نعم ممكن تكون الحركه ديالهم كيف ما شرتي استاذ الحليمي كثير بزاف لدرجه انه يعني المحيط كله كيولي كيتشكى. غادي نمشيو الى سمحتي استاذ الحليمي ونتواصلوا مع المستمعين الكرام باش ناخذوا الاسئله ديالهم ونجاوبوا عليها بالرفقه ديالك. معنا اول مكالمه لمياء على الخط من سلا. اهلا وسهلا بك لمياء. لمياء صباح الخير. للأسف ربما انقطع الاتصال مع لمياء كانت معنا من سلا. نمشيو هاد المره في مكالمه اخرى نتواصلوا مع ابتسام. صباح الخير ابتسام. الو صباح الخير عفاف. اهلا وسهلا بك. صباح بخير. الحمد لله مرحبا. الجمعه مباركه لك وللدكتور الحليمي. شكرا لنا اجمعين ان شاء الله. كنشكرو بزاف على النصائح اللي كيعطينا والله يجازيه بخير يا رب. عفاف دكتور انا بغيت نسولك عندي بنتي عندها عامين عندها هايبرتونسيون بورتابل بورتال سور كافيرنون بورت كتاخذ دابا واحد البيتا بلوكون وهي ضعيفه هي اصلا زاد بريماتوري دابا لو بوا عندها 2 اون و لو بوا ديالها 10 كيلو فون لا ليما لاج ديالها لاج ديالها 2 اون دابا يلا كملت عامين و فوالا لاليمونطاسيون ديالها ضعيفه ما كتاكلياش بزاف مازال كتاكل كلشي اكرازي لي سوب كن بالنسبه للفوي ما كتاخذهمش بوحديتهم ضروري نزيد لها معاهم اما العسل ولا التمر مهم خصها شي حاجه حلوه واش زعما واش كتستافد من التمر الا عطيت لها مخلط مع الفوي ولا العسل ولا والماء ما كتشربش ليا بزاف والو تقريبا ما كتشربش ودابا السؤال ديالي بغيت غير نشوف بعدا داك البيتا بلوكون حيت كنت شفت بليز دو غاسترو شي كيقول لي تاخذهم شي كيقول لي لا ما بقيت عارفه ما ندير وهي كانت جاتها ليموراجي اون فوا ودابا درت لها لا فيبرو لا دغنيير فوا قال لك داك لي فاريس راه واصل لنيفو 3 سيتادير تقدر دير ليموراجي. نعم واضح ابتسام عافاك سيلتوك اللي بغيت نبقى اونلاين باش نسمع من البورتابل الله يخليك. واخا خليك معنا واسمعي الجواب ديال الاستاذ محمد الحليمي تفضل الاستاذ. نعم هو اولا بالنسبه لعلاقه بالنسبه للكواجولاسيون بالنسبه للانسان كامل شنو عرفكم نتهلاو في واحد العضو سميتو الكبد. علاش؟ لان الكبد كيدير تقريبا حتى 700 عمليه اللي وصل لها العلم دابا اكيد مازال وما اوتيت من العلم الا قليلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعم الله كبيره بزاف. الوغ كاين واحد ما يسمى بلي فاكتور de coagulation منها الفيبرينوجين. alors شنو هو الفيبرينوجين؟ ملي كتجرح شوف سبحان الله ملي كتجرح كيمشيو لذاك لي بلاكيت كيتحطوا فوق ذاك الجرح خاص واحد الخيط اللي يشد ذاك لي بلاكيت خاص واحد الخيط اللي يجمعهم هذاك هو يسمى الفيبرين كتجي من الفيبرينوجين وهذه العمليه كيقوم بها الكبد اضافه الى عمليات كبيره جدا. النقطه الثانيه هو الضغط. alors لما يتعلق الامر بالضغط ويتعلق الامر خاصه بالاطفال وهنا خاصنا نثيروا هذه النقطه مهمه بزاف. الوغ الطفل اولا بالنسبه للاخت الوزن العادي ديال الطفل ديالها 10 كيلوغرام واخا الوغ بالنسبه للطفل قلنا واحد الحاجز يسمى لا باريير هيماتونسيفاليك لان الدماغ ديالنا محمي واحد حمايه الهيه حمايه رائعه جدا الحمايه ديال القرقعه. الوغ القرقعه الانسان لان القرقعه كتشبه الدماغ ديال الانسان وعندها فصين الايمن والايسر كما الانسان عنده فصين ايمن وايسر وهديناه النجدين. الوغ ملي كنحلوا القرقعه اولا باش نحلوها خصنا نهرسوها ميكانيكيا بواحد الطريقه قويه زائد كنلقاو واحد القشره لداخل نفس الطريقه اللي محمي بها الدماغ. عندنا لابواط كرانيان الجمجمه من موراها كاين واحد لو ليكيد كيتسمى لو ليكيد سيفالوغاشيديان هذا الباريير هذا اللي هو رائع جدا واللي هو دايوغ كاين حتى عند الام والجنين واحد الباريير في البلاسانتا يعني واحد الاعجاز كبير بزاف يعني سبحان الله الله سبحانه وتعالى وخلق الاله يعني واحد الخلق رائع جدا زائد واحد لا باريير هيماتونسيفاليك مازال ما تكوناتش. الوغ علاقه بالضغط الوغ اي جميع الاغذيه المحفظه الان اللي كاينه دابا وهادشي اللي كنقولوا حنا دابا فيها الصوديوم بجميع الانواع ديالها. كاينه واحد الماده اللي كتعطينا هاد ليبر اكتيفيتي عند الاطفال تسمى الام اس جي او المونوسوديوم غلوتامات او الغلوتامات مونوسوديك او الملح الصيني اسماء متعدده ولكن الخطر هو واحد. علاش؟ لان هاد الماده هادي هي اللي كتخلي المذاق يولي مزيان واكيد واحد الناس اليوم في مؤخرا في الاعلام سمعنا بعض المعلومات اللي كتكلم مع بعض الناس كي 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 كيبيعوا بعض الانواع ديال اللحوم وهاد الاشياء زعما اللي مازال في هاد
فهاد اولا مشكورين الناس اللي مسؤولين على هاد الاكتشاف هذا، لان كاين الناس اللي كيشتغلوا في الخفاء الوغ هاد المواد اللي كيديروها لهاد اللحوم باش كتولي مذاق جيد مهما كانت هاد اللحوم، واخا تكون ديال الخنزير واخا تكون ديال ما كانت، هي مواد اللي كيتسمى واحد العطريه بالدارجه كنقولوا العطريه كيجيبوها من الشينوا. الوغ هذا هو الام اس جي، هو المونوسوديوم جلوتامات، هو اللي كاين في المواد، هو اللي كاين في المواد اللي كنشريوها الا خرجنا واحد 50 متر من باب ديال المنزل ديالنا، مشينا عند الناس عند موالين الحوانت. ما كنقولوش حنا كنقطعوا الرزق ديال الناس، ولكن كنقولوا هاد المواد لان من 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 حق المستمع يعرف هاد الاشياء. الام اس جي ولا المونوسوديوم جلوتامات فيه الصوديوم. الوغ مي كيكون الصوديوم عندنا في الجسم، مي كيدخل لجسم الطفل شنو كيدير؟ كيحاول الجسم يحبس الماء. مي كيحبس الماء لان كيفرز واحد الكليتين كتفرز واحد الماده تسمى الالدوستيرون، كتحبس عندها الماء باش نديليو هاد الصوديوم. مي كتحبس عندها الماء كنبغيو نديليو هاد الصوديوم هذا، كيرتفع الضغط الدموي لان عندنا واحد النسبه عاليه من الماء في الجسم ديالنا. هنا كيعطينا اعراض الجسم كيدوز هاد المراحل كدوز في الخفاء، من بعد عاد كيبانوا ما يسمى بالاعراض. هذا يؤثر على الضغط الدموي، يؤثر على الكليه، يؤثر على الغده الكظريه، لان الكليه والغده الكظريه بحال واحد التوام، ما يمكنش الاخر يكون في اضطراب وفي مشاكل. والغده الكظريه لانها كتسمى لي غلوند سيغينال، يعني فوق الكليه، الكليه فيها مشكل حتى الغده الكظريه فيها المشكل. ملي كيكون الغده الكظريه هي فيها مشكل، كيكون عندنا المشكل في النورادرينالين، في الادرينالين وفي الدوبامين، كيكون عندنا زياده الافراط النشاط عند الاطفال، لان قلنا تفكروا ان هاد المواد هما اللي كيتحكموا في ذاك السرعه ديال المجتمع اللي كاين على برا والمعلومات الوارده للدماغ ديال الطفل. لان الطفل شنو وقع له؟ وقع له صدمه لانه انتقل من واحد الوسط اللي هو وسط الهي اللي هو رحم الام، انتقل الى رحم الارض وخرجنا لهذا الوسط اللي هو فيه كثره المعلومات، فيه الويفي، فيه البلوتوث، فيه هاد الهواتف اللي كاينه دابا. ما نظنوش ان هذا الشيء غادي نعيشوا به بدون ما ندفعوا الضريبه، ولكن الضريبه ما خاصهاش تكون عند هذا الجيل، هذا الجيل ديال غدا، الجيل ديال الاطفال. الوغ هاد المواد هذه كتاثرنا على الغده الكظريه، كتاثرنا حتى الى انتاج ما يسمى بالكريات الحمراء. علاش؟ لان الغده الكليه ملي كتحبس واحد الهرمون كيتسمى ليغيتروبويتين، وهاد ليغيتروبويتين ملي كتحبس كتاثرنا على الدم، وممكن يكون عندنا جميع المشاكل. شوف فقط هذه ماده، علاش؟ لان هذيك الحاجز عند الاطفال في الدماغ ديالهم مازال ما تكونش، ممكن يكون عندك ضغط، ممكن يكون عندك افراط النشاط، ممكن يكون عندك حساسيات، ممكن يكون عندك جميع المشاكل. نعم نعم. طيب استاذ الحليمي، كيف ما قلتي غير بالنسبه للابتسام باش تعرف اكثر، لانه راه الوزن العادي دابا عند البنيته اللي في العمر ديالها عامين هو 12 كيلو، يعني ناقصه بجوج كيلو. ماشي مشكل. نعم. بالنسبه لجوج كيلو ما كاينش مشكل، غير هو تكون تحاليل طبيه ما كاينش واحد المشكل، يعني في الفيزيولوجي ديال الطفله ديالها ما كاينش مشكل. راه بالنسبه 12 كيلو جيد جدا. نعم. واخا نمشيو هاد المره باش نتواصلوا مع خديجه على الخط معنا من سلا. صباح الخير خديجه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يخليك. انا عندي واحد البنيه عندها 7 سنين ونص. اييه. نعم. ما كتكونسونطراش مزيان وكتنسى. نعم. وعندها مشكله عاوتاني في الظفر، عندها فراجيل بزاف. وعلى الرغم بان التغذيه ديالها يعني تقريبا سليمه، انني كنتاكل خبز وخميره بلديه، كتاكل البيض البلدي، كتفطر بزبيته بلديه، زاتاي، نقص السكر. يعني كنحاول ما امكن انها تكون التغذيه ديالها سليمه. الوزن ديالها عافاك؟ ضعيفه، عندها تقول 19 كيلو. نعم 19 كيلو. سبق وعملت شي تحاليل لاله خديجه لبنيتها؟ لا، نهائيا. واخا نجاوبوا على السؤال ديالك ان شاء الله. شكرا لك خديجه. كتاكل نعم. كتاكل قرعه هذه البطاطا الحلوه مخضره يعني والصحيه. كتاكل يعني بريسك الماكله ديالك كلها كنحاول ما امكن انها تكون صحيه. واخا نجاوبوا على السؤال. مزيان؟ نعم. نعس مزيان. شنو الوقت كتنعس وفي الوقت كتفع؟ المهم كتكمل ديك 8 السوايع مع ديك 9 السوايع. يقول لي عفاك ما عيش كتنعس وما عيش كتفع. تتنعس مع ديك 9 ونص، تتفيق مع ديك 6 ونص، 7 قلت ثلث. نعم.
وكتحرك بزاف، ما تكون تقرا معها كتحرك بزاف وكتنسى في المدرسه، لان اصلا عندها مشكل ديال صعوبه في الكتابه والقراءه، وما تعطيش حاجه ديال التغذيه اللي تساعدها باش ما تبقاش تنسى وداك الشيء. نعم واخا شكرا لك يا خديجة، وصلتي معنا من سلا. غير استاذ الحليمي ما يفوتناش باش نرجعوا للحاله ديال ابتسام والبنيته ديالها اللي عندها عامين، اشرت لديك المساله ديال انه الفواكه ما كتاخذهمش ليها الا ما كانش فيهم الحلاوه، فكتضطر ابتسام على انها اما تقطع ليها التمر او لا العسل مثلا باش البنيته تقدر تاخذ هذيك الفاكهه، فكتسول واش بهذه المساله ما كاينش مشكل نهائيا. نعم هو اولا اصل المشكل هو اكيد غتكون مشكل في الرضاعه، لان الطفل ملي كيولف على الثدي ديال الام ديالو، لا علاقه بالطفل ملي كيولف على الرضاعه الاصطناعيه، علاش؟ لان الرضاعه الاصطناعيه النسبه ديال المذاق الحلو كيكون زايد. كيكون زايد نهار كنوليو نعطيو الطفل الفواكه، الفاكهه بالنسبه له هو ما كتكونش واصله، لان المذاق كيتربى. شيش كنقولوا حنا الناس ملي كيبغاو الناس ملي كيبقاو ينقصوا السكر، واحد النهار كتولي ما كتاخذش السكر كاع، ملي كتولي تاخذ نسبه بسيطه كتحس، علاش؟ لانك ربيتي المذاق ديالك. الطفل ملي مربي على واحد المذاق زايد، واحد الجرعه زايده من المذاق الحلو، اكيد ما غاديش المذاق ديال الفاكهه ما غاديش يحس به، ضروري خاصو يزيد هذه الاشياء. الوغ بالنسبه لي انا هي الا كان في اطار اننا نبقاو في اغذيه طبيعيه جيد. بالنسبه لنا ما كاينش مشكل، يعني فواكه ممكن ان تزيد معها هذه الاشياء هذه ما كاينش مشكل، ولكن على اساس ان واحد النهار غتلقى حل تدريجي، عفاكم ما تبقاوش غاديين 120 كيلومتر في الساعه وتبغيو ديروا مارش اريير سور بلاص، هذه راه مستحيله. الوغ دائما ملي كنكونوا غاديين بواحد السرعه خاصنا شويه بشويه شويه بشويه ونحبسوا وعاد نرجعوا للور. داك الشيء اللي كنقول انا للامهات بالتدريج شويه بشويه، هي الطريقه الان لحد الان طريقه صحيه، ولكن باش نعودوا الطفله، لان تقدر كما كتاخذ المذاق الحلو هنا في الفواكه تقدر تولي تفكر في اشياء اخرى. الوغ باش نحسنوا الطفله تكون محسنه، الوغ نبداو بالتدريج كميه نقصوا لها شويه بشويه، تنوصل واحد النهار انها تاخذ فواكه كفاكهه بوحده مستقله. نعم اذا بالنسبه للخديجه ديال سلا البنيته في العمر ديالها 7 سنين ونص، قالت اولا المشكل ديال النسيان استاذ الحليمي، ما كتركزش في الدراسه ديالها نهائيا، صعوبه في القراءه او في الكتابه، زائد الاظافر ديالها اللي هما ضعاف بزاف. نعم اولا بالنسبه للوزن ديالها 19 كيلو ناقص 3 كيلوغرام ماشي شي حاجه اللي هي كبيره، كنقول انا الناس ما يخافوش من الوزن ديال الاطفال، انا بلاتي كنفضل انا الطفل يكون ناقص الوزن ديالو على انه يكون زايد ويكون هز معاه ديما واحد 3 كيلو ولا 4 كيلو فيما مشى هز معاه. الوغ بالنسبه لقله التركيز، انا كنقول التركيز واحد، احنا للاسف فكرنا في بعض الاشياء ونسينا الاولويات. بالنسبه لما كيكون الدخول المدرسي كلشي كيفكر في المحفظة، كلشي كيفكر جيد أننا نفكر في المحفظة ونمشي ونشوف الأطفال ديالنا، هذا الحب ديال الأم للطفل ديالها والأب للطفل ديالو والحب للطفل الأم ديالو كاين حتى عند الحيوان، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، هذا هاجس. ولكن واش فكرنا في داك، ماشي في الأدوات ديال الدراسة، في الأدوات ديال التعلم اللي هي التغذية، واش تجمعنا ومشينا لذاك المدرسه وتلاقينا مع الاباء والامهات ديال الاطفال كاملين وقلنا لهم بلي ما تبقاوش تجيبوا حلويات وجيبوا فواكه وجيبوا التمر، واش هذا الشيء هذا، واش هذا الاجراء درناه اللي ولاو الناس كيديروه في الغرب، واش هذا الاجراء هذا هذه جمعيه الاباء اللي خاصها دير هذا الدور، واش دارت به ولا ما دارتش به؟ لما يتعلق الامر بعدم التركيز هو هاد لا طونسيون اللي الطفل ما عندوش. الوغ الطفل الا كان عنده مشكل في الغده الكظريه، وهذه الغده هذه انا كنقول واحد النعمه اللي زعما واحد النعمه كبيره بزاف هذه الغده الكظريه، ان شاء الله الا كانت فرصه غادي نديروا لها حلقه خاصه، لان تستاهل حلقه وحلقتين. علاش؟ لان كتعطينا واحد النواقل العصبيه اللي كتحكم في الدماغ وتحكم في الجسم كامل. الطفل اللي عنده نقص في النوغادرينالين، وكنذكر ان الادرينالين والنوغادرينالين والدوبامين كيجيو من التيروزين، واحد الحمض امين يسمى التيروزين، في كاين هذا التيروزين كاين في الاغذيه الطبيعيه. الوغ الا عنده نقص في هذه غادي يكون عنده تشتت. علاش؟ لان هاد نعطي غير مثال بسيط، الطفل ملي كيشوف باه كيهضر وماما كتهضر وخالتو كتهضر والتلفازه مشعوله والتليفون كيصوني، هو خاصو يقرا، مستحيل يقرا. علاش؟ لان النوغادرينالين اللي خاصها تخليه يتكونسونطرا مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ الدراسه ديالو، عطيه، لان هو ماشي الذنب ديالو، لان باش نعرفوا بان احنا ماشي هو مشكل خلقي ولا مشكل، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، المشكل فينا حنايا، كثره المعلومات الصادره للدماغ ديال الطفل
هي اللي خلاته انه يبقى متشتت من حيث التركيز، وخاصه يشوف بابا كيهضر ويشوف ماما كتهضر ويشوف التلفازه ويشوف التليفون ويشوف هادو كاملين، ما خلاهش يركز. الوغ سو كيفي شنو المشكل؟ المشكل في هاد النواقل العصبيه في التغذيه ديالو. الوغ عافاكم انا كنقول ما فيها باس، انسان نجرب وما فيها باس، نوليو نعطيو اغذيه فيزيولوجيه اللي كيعرفها الجسم ديالنا. ثمار، شريحه، زبيب، فواكه، خبز كامل، الشعير، التيشه ديال الشعير، اغذيه اللي هي بسيطه بسيطه بزاف من حيث الذكر ديالها. كما قلت استاذ عفاف في الاول ديال الحلقه، الرمان، دابا كاين الرمان. وبالمناسبه العديد من الناس كيعتقدوا ان الله سبحانه وتعالى اعطانا الرمان، وملي كنحلوا الرمانه كيكحل اليد ديالنا، كتكحل الرمانه، ملي كنقشروا التفاحه كتكحل، ملي كنقشروا الخرشف كتكحل، ملي كنقشروا الاغذيه اللي كتكحل هذيك هي القوه، ملي كنحطوا الكاس ديال اتاي ولا نسيناه وخليناه حتى العشيه كيكحل. هذوك يسمى بحمض الطانيك، يسموا لي بوليفينول، هذوما هذه هي القوه. الناس العديد من الناس كيعتقدوا بان الله سبحانه وتعالى ما عطانا الرمان باش ناكلوا ذاك الحب ديالو، مع العلم ان الله سبحانه وتعالى عطانا الرمان باش ناكلوا الشحم ديالو، وباش ما يكونش ذاك المروره كبيره بزاف كناخذوا معاه ذاك الحب ديالو، لان الحب جاء لمساعده الكائن البشري اللي ما كيقدرش يسيبورتي ذاك المذاق المر باش انه ياخذ ذاك الشحم ديالو. وبالتالي الرمان خلق باش اننا ناخذوا الشحم ديالو ونحسنوا شي شويه بالمذاق ديال ذاك الحب اللي كيكون في وسط منه، ذاك الحبات الرمان اللي كياخذ الانسان. هادشي اللي كيعتقدوا الناس. زائد الان كاينه البطاطا الحلوه، كاينه القرعه الحمراء، وكاينه القلقاس ما يعرف بالترفاش. هادو فيهم مواد اللي تسمى الانيلين، والانيلين هي عباره عن الياف غذائيه تشبه الانسولين. داكشي اش كنقولوا حنا الناس ديال المرضى السكري ياخذوا البطاطا الحلوه، ما كاينش مشكل البطاطا الحلوه مع مرضى السكري، بالعكس ما ياخذوش يردوا البال من البطاطا الاخرى، والبطاطا الحلوه ما يخافوش منها، لان الناس مشات على ان البطاطا الحلوه ما ياخذوهاش الناس ديال مرضى السكري. بالنسبه للنسيان قلت كذلك يتعلق لان التعلم والجانب الاجتماعي ديال الطفل والجانب ديال كميه المعلومات وضبط كميه المعلومات، والطفل باش تكون عنده اولويه ونعطيو للطفل انه ياخذ اولويه، الوغ ضروري خاصو يكون هاد النواقل العصبيه، وضروري ملي كنجيبو هاد النواقل العصبيه انا اقول لا يمكن للجسم انه يصنع هاد النواقل، منها الكولين. الناس خصهم يعرفوا الكولين، كتعطينا لاسيتيل كولين، ولاسيتيل كولين تتحكم في الجهاز العصبي، لان الجهاز العصبي عندنا احنا الزوج، لان الغده الكظريه كيتحكم فيها اي عضو، ماشي اي عضو، حتى اصغر خليه في الجسم. عندنا دو سيستم ديما دائما كاين زوج بهيج ذكر انثى، نيجاتيف بوزيتيف للسيستم نيرفو، كاينه لو سيستم نيرفو سنترال وبيريفيريك، وفي السنترال كاينه لوتونوم والفولونتير، وهذوما في وسط لوتونوم كاينه الباغا سمباتيك والسمباتيك. الوغ العضو الغده الكظريه باش يكون عندنا هذا التوازن خاصه تكون واحد الماده ناقل عصبي يسمى لاسيتيل كولين، ولاسيتيل كولين خاصو الكولين، والكولين فين كاينه؟ كاينه في البيض البلدي. الوغ ماده الكولين كاينه في البيض البلدي، هي اللي كطول الاطفال اضافه الى ماده الليسيتين. الوغ الناس الاطفال اللي كياخذوا البيض البلدي، البيض البلدي كيعطينا واحد التعلم واحد الدرجه راقيه، وهذا الشيء اللي كانوا كيديروا الناس في قديم الزمان. نعم. نمشيو هذه المره ودائما في مكالمه اخرى معنا حليمه على الخط من مدينه وجده. اهلا بك حليمه. عليكم السلام اختي، شكرا. اهلا وسهلا بك. بارك الله فيك اختي. تفضلي حليمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجازيك بخير يا دكتور. أنا عندي ولدي عنده 15 عام، عنده حساسية ارتكاز، هكا قال له الدكتور. نعم. عطاه الدواء وما كانت حتى شي نتيجة، قطع عليه البيض، اللوز، كاع المكسرات، ولكن قال له تبقى مع الدواء حتى بقى نقطع لك بشوية بشوية. نعم. واخا. وشنو الوزن ديالو عافاك؟ الوزن ديالو باش نقول لك، اعطيني الوزن والطول حليمه. الطول تكون متر وهكا و70. متر و70؟ اييه. والوزن ديالو شحال؟ الوزن ديالو تكون هكا ديك ديك هكا 60، هكا ديك 60 كيلو.
واه واخا يدير 170 على 60 كيلو. واه واخا. اذا حاليا مازال كياخذ الدواء حليمه؟ باقيه كياخذ الدواء. واخا نجاوب على السؤال ديالك. اختي اللي خليك بغيت الدكتور النمره تاع الدكتور الحليمي. واخا ما تقطعيش حليمه، رجعي لعند سميحه ان شاء الله في ستوندار وهي تلبي الطلب ديالك اللي انت بغيتي. وهو سؤال مهم استاذ الحليمي، غادي يجرنا بالنسبه للوليدات ولا البنيتات اللي كتكون عندهم حساسيه ديال غذاء معين، فهنا واش النمو كيتاثر ولا لا؟ نعم اكيد اكيد، لما كتكون عندنا، لان اولا نفهموا شنو هي الحساسيه بشكل مبسط. بعد مره كنسمعوا حساسيه، كنسمعوا مالادي اوتو ايمين المرض المناعه الذاتيه. الوغ واش كنعتقدوا ان الله سبحانه وتعالى كيقول لنا لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، والله سبحانه وتعالى ونفس وما سواها، ونجيو نقولوا الجسم كيهاجم نفسه. الوغ مشكل ماشي في المصطلح ديال الجسم كيهاجم نفسه، مشكل فين كاين؟ احنا في الامعاء ديال الطفل عندنا واحد اللي كيتسموا بحال الخلايا، خليه حدا خليه، كتكون لنا ما يسمى بلي جونكسيون سيري، من تما كيدوز الامتصاص. الا كان مثلا الطفل كياخذ مقليات حلويات وهاد الاشياء هادي، وما كياخذش زيت البلديه، وما كياخذش مثلا السمك، عندنا واحد المواد كيتسموا لي زيكوزانويد، هما اللي كيتحكموا لنا في ذاك الصلابه ديال الخلايا الامعاء، لان الامعاء 7 متر، 7 متر راه عضو كبير بزاف، المساحه ديالو 200 متر مربع، تيران ديال التنس ماشي سهل. الوغ من كتكون هاد لي جونكسيون سيغي كيكونوا كنسميو ريجيد، كيتسمو كيولي كتولي ليبر بيرميابيليتي، كيدوزو بروتينات ما كيتحللوش، لان الجسم كيعرف عمله صعبه شنو هي، السكريات كيتحولوا للجلوكوز، الدهون كتحول لاحماض دهنيه، وبروتينات تتحول الى احماض امينيه. البروتين كيدوز هكاك واحد السلسله كبيره، واحد لاشين اللي كتكون كبيره، مي كيدوز هكاك الجسم خاصو يتعامل معاه، خاصو يلقى له حل، كيهاجمو. مي كيهاجمو هذاك التركيبه ديال ذاك البروتين، كاين واحد الاعضاء في الجسم ديالنا عنده نفس التركيبه، الجسم كيشوف ذاك التركيبه عنده هو اوبجيكتيف واحد انه يهاجم ذاك التركيبه، بالنسبه له هو دخيل. الوغ نفس التركيبه عندنا كذلك في العضو، كيمشي كيهاجم العضو، العضو ديال ديال ديال, ديال الاعضاء كامله، ما يسمى ما يعطي ما يسمى بالمصطلح اللي رائج الان هو المناعه الذاتيه. الجسم كيهاجم، مستحيل الجسم يهاجم راسه، هذا السبب عطينا حنايا باش اننا الجسم يهاجم راسه. الناس اللي عندهم حساسيات، انا كنقول الناس اللي عندهم حساسيات، كاينه حساسيه ديال الجلوتين وكاينه عدم تحمل الجلوتين، كاين فرق بين الحساسيه وعدم التحمل. كاينه حساسيه لبروتينات الحليب، لانتوليرونس بروتين لادفاش، كاين حساسيه اللاكتوز، اللي ما يسمى بلانتوليرونس لاكتوز، السكر الحليب، لان كيكون عندنا نقص في اللاكتاز، واحد الانزيم اللي كينقص في 4 سنوات، اي كائن بشري في 4 سنين كينقص عنده اللاكتاز، واخا يعني من بعد واش غيبان عنده المشكل ولا لا. الوغ هنا خاصنا نردوا البال، الناس اللي عندهم حساسيه عافاكم حيدوا لي كازومورفين لي غلوتينومورفين. الوغ الناس ينقصوا شي شويه، ياخذوا القمح، ياخذوا القمح المغربي الصلب، ماشي القمح المغير وراثيا، ولا اللي كتسمى ليبغيداسيون، ولا الغيتخو كوازمون، هذا القمح اللي كاين دابا، ناخذوا القمح الجيد. والناس ردوا البال حتى لي كازومورفين اللي كيجيو من الحليب، لان بروتينات الحليب الكازيين كتعطينا الكازومورفين. والناس اللي عندهم لوتيزم، الناس الاطفال اللي عندهم مرض التوحد، الاطفال اللي عندهم ليبر اكتيفيتي زياده النشاط، الاطفال اللي عندهم حساسيه، كاملين خاصهم ينقصوا هذه المواد هذه، لان مواد كتعطينا لي كازومورفين، كتعطينا هذه المواد اللي تؤثر على الجانب ديال الدماغ. بالنسبه للام انا كنقول لها المشكل ديال اللوز، مشكل ديال البيض، مشكل ديال هاد الاشياء، هاد المعلومات اكل الدهر عليها وشرب، الله يجازيكم بخير. علاش؟ لان البيض لما نتحدث كنهضروا على البيض البلدي، لما نتحدث عن البيض البلدي، البيض البلدي علاش؟ علاش الناس ولات اغذيه؟ لان علاش؟ لان الكاوكاو، اللوز، القرقاع، البيض اغذيه متهمه باش بالحساسيه، ولكن نسينا بان هاد الاغذيه المتهمه بالحساسيه هاد الدراسات تم اجراءها في الدول الاوروبيه، والدول الأوروبية أغلب الأغذية اللي تم عليها تحطات في المختبر هي أغذية مغيرة وراثيا. نعطيها واحد المعلومة بسيطة جدا وكل شيء كيعرفها، بالنسبة للفواكه ومرضى السكري، عديد من الناس كنقولوا الفواكه بالنسبة لمرضى السكري، علاش؟ لأن فيهم السكريات، ولكن هذه معلومة خاطئة. علاش؟ لأن أولا الفريكتوز ما كيحتاجش أنسولين، ثاني حاجة الفريكتوز اللي تمت عليه الدراسة هو الفريكتوز ديال السيرو ديال المايس ديال الذره،
ولا علاقه ملي كيكون هذا الفريكتوز في الطبيعه في الفواكه. والناس كيعرفوا ان الفواكه بسم المرضى السكري الا كان نظام غذائي، وهذا الشيء شخصيا حنا كنعيشوه اهل مكه ادرى بشعابها، مرضى السكري كنعطيوهم فواكه خارجه على الوجبات اوقات اللي هي اوقات مضبوطه، والكميه اللي هي كميه رائعه جدا ولا تتصور، ولكن في شروط اللي خاصو المريض يحترمها، لان الناس المرضى السكري ما عندهمش مشكل مع السكر، عندهم مشكل مع الخبز ومع الدهون. الوغ ملي كنرجعوا للاطفال اللي عندهم هذا المشكل ديال هذه الحساسيات، انا قلت الاغذيه الحساسيه ديال هذه القرضيات، الحساسيه ديال الاغذيه، الحساسيه ديال العديد من الاشياء، ما هي الا استجابه ديال الجسم لواحد الماده، والجسم ما عندوش واحد المواد باش يخدم بهم اللي هما انزيمات املاح معدنيه وفيتامينات. هذا الشيء فين كنلقاوه؟ ما كنلقاوش في الغذاء الطبيعي، عفوا في الغذاء المصنع، كنلقاوه في الغذاء الطبيعي. الوغ رجعوا عافاكم الخبز الكامل، الخبز الناس اللي عندهم هاد الامراض هذه يحيدوا القمح اللي هو القمح المغير وراثيا، ويدخلوا القمح الصلب، النخاله، الشعير، الزيت البلديه، التمر، الشريحه، الزبيب، فواكه، خضر. اكيد الطفل غادي يزيد، لان احنا ما كنحاربوش هذه المناعه، كنعطيو كنزيدوا الطفل في المناعه، كنعطيوه واحد التكنه عسكريه، والجسم كيحاول يحل المشاكل ديالو، ولكن فقط بتدخل بسيط ما يسمى بالتغذيه، وبطريقه اللي هي طريقه بسيطه واللي الناس داروها في قديم الزمن. نعم، تواصلنا دائما مع باقي المستمعين الكرام باش ناخذوا الاسئله ديالهم وكنجاوبوا عليها دائما. رفقه الاستاذ محمد الحليمي، اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه، وضمن برنامجكم صحه وسلامه على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم، فمرحبا بتواصلكم معنا على 05 22 46 72 50 51 او 52، او عن طريق الرقم 5080 هو رقم للتواصل معنا عن طريق رسائل اس ام اس. وكيكفي على انه في اول رساله ولا الاس ام اس اللي غادي تبعثوا به ما تنساوش كتبوا كلمه صحه اس ا اش ا، خليوا فراغ صغير وبعثوا بالسؤال ديالكم للرقم 5080. غادي نمشيو في مكالمه اخرى، هذه المره معنا عبد الحق على الخط من السمارة. اهلا بك عبد الحق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. جمعة مباركة علينا وعليك عبد الحق. الله يبارك فيك اختي، شكرا. تفضل، مرحبا بنزيه السمارة. الله يبارك فيك اختي، شكرا. تفضل عبد الحق، شنو هو سؤالك؟ السؤال ديال واحد البنية عندي بالليل كتكون ناعسة كتبقى تحرك بزاف. نعم. وقالوا لي يمكن الدود ولا ما بحال هكا، المهم. نعم. كتكون ناعسة. نعم. كتبقى تحرك رجليها بزاف في الليل. شحال في العمر ديالها عبد الحق؟ عامين ونص. عامين ونص. وقالوا لي الدود، ما الدود ما فهمتش انا، مازال ما شحال الوزن ديالها عافاك؟ والله ما نكذب عليك، ما نعرف. ما عرفتيش الوزن ديالها شحال؟ لا ما عرفتش. واخا. شكرا لك عبد الحق. نعم، مازال عندك شي سؤال؟ لا صافي، شكرا بزاف. العفو عبد الحق، شكرا لك، تواصلتي معنا من السمارة. النقطة كذلك ديال الديدان اللي كتكون عند الوليدات أستاذ الحليمي، فغالبا دائما الأمهات ما كيرجعوا السبب للحلاوة، يعني هاد الوليدات كياخذوا مثلا لي بونبون أولا يعني دوك الحلويات أولا هاد المسائل كاملة، ولا السكر كيكون زايد بزاف، ففعلا واش كيكون هذا عامل وسبب رئيسي ولا كاين أسباب أخرى؟ نعم، هو الأشياء اللي لا تصلح للجسم في وسط الجسم، الغذاء ديالها ذاك الغذاء ديالها هو السكريات والحلويات، منها الخلية السرطانية. الخلية السرطانية كتحتاج 20% من السكريات أكثر من الخلية العادية، معناته أن ما غتبانش عندك الخلية السرطانية حتى كتوصل لواحد الدرجة اللي هي كبيرة، ولا واحد الدرجة اللي هي اللي واصلها الإنسان اليوم. بالنسبة للحركة ديال الأطفال، أولا الطريقة ديال النوم في الأول، والإنسان لما كيكون تقلب في الليل هي جيد، والإنسان لأن أهل الكهف الله سبحانه وتعالى قال لهم ذات اليمين وذات الشمال، فأهل الكهف الله سبحانه وتعالى لأن من 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 الصحي أن الإنسان التقلب كيكون، ولكن النوم خاصو يكون على الجانب الأيمن. أقول وأكرر عفاكم، راه كنا هضرنا على هذا الشيء، ومازال الناس غادي يشوفوا، مازال غادي يشوفوا الإعلام الغربي كيتحدث على هذه الأشياء اللي حنا عندنا سبق فيها، ما كنهضرش عليا أنا، كنهضر على العلماء المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى هدانا لهذا الشيء هذا، خاص المسلمين حنا نكونوا أولى بهذه المعلومات هذه، لأن بعض البرامج الآن تبنى على ما قيل. واخا أنا وهذه من الطرائف اللي وقعت لي أنا، بعد المنابر الإعلامية في بعض الدول الأوروبية لابد لا 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 داعي لذاك الاسم ديالها، جاو الموقع ديال ميد راديو وخذوا الحلقات ولاو كيبنيو عليهم مواضيع. نعم فعلا فعلا، هذه ذكرت هذه الأشياء هذه، وفعلا شفت أنا بالعين المجردة، شفت أن هذا بعض البرامج والمعلومات اللي ذكرت، هذا بالنسبة لنا احنا شرف أكيد، ولكن أوميم طون كيبقى فينا الحال. علاش؟ لأننا احنا مازال ما كنديروش هاد الاشياء.
شوف هاد الناس شافوا هاد المعلومات وترجموهم، مع العلم اننا كنهضروا بالدارجه فشي لغه اللي هي، وهذه اللغه اللي كنهضروا بها في العالم كامل، علاش؟ ان احنا اولى باننا نهضروا بالدارجه ديالنا وباللغه العربيه ديالنا، بناو عليها مواضيع وهذا جميل جدا، ولكن او ميم طون كيبقى فينا الحال، علاش؟ لان احنا اولى بهاد المعلومات نطبقوهم في الحياه اليوميه ديالنا. المغاربه كيعرفوا هاد الاشياء هذه. لما نتحدث عن هذا الديدان في الجسم ديال الاطفال ولا الجسم ديال الكبار كاملين، نعطيه المثال، مثلا مادة الجيلاتين ومادة الليسيتين هي مواد، أقول وقلت في حلقات ماضية، هي مواد خنزيرية، مشتقات خنزيرية. ملي كنقولوا مشتقات خنزيرية، كاين واحد بعض الديدان منها ما يسمى بلاسكاريد، كاين بعض الديدان كيعرفوها الإخوان، كيعرفوا بعض الديدان اللي كتجي من اللي كاين عند الحلوف. وهادشي علاش الله سبحانه وتعالى من حكم الله سبحانه وتعالى، زعما الله واحد الرحمة اللي عطانا الله سبحانه وتعالى لا تتصور. الله سبحانه وتعالى الوغ محرم لحم الخنزير، الوغ هذا الديدان اللي كيجي عند الكبار كتجي من الناس اللي كياكلوا لحم الخنزير، الناس اللي كياكلوا لحم الخنزير في الدول الاوروبيه ولا حتى في الدول الاسلاميه وحتى في المغرب، الناس اللي كياكلوا لحم كلهم عندهم هذا الديدان هذوما. وكاينه بعض الديدان اللي كتوصل حتى المتر، حتى المتر ونص، حتى المتر كتوصل بعض الديدان، واخا الناس كيعرفوا هذه الاشياء، الاخوه الاطباء كيعرفوا هذه الاشياء هذه. الوغ الاطفال ملي كنعطيوهم حلويات، اولا مذاق حلو كنغذيو هاد الديدان، ثانيا باش تزاد كنعطيو هاد المواد المشتقات الخنزيريه واللي كاينه في بعض في العديد من الانواع ديال الشوينغوم، العديد من الحلويات، هذيك الحلويات اللي كتجبد اللي كتكون كتباع ميم با ما وصلش حتى 50 فرنك حتى 10 ريال، وكنقول راني كنعطي للطفل ديالي اضره من حيث اردت ان انفعه. الوغ هذيك ماده الجيلاتين هذيك اللي كتجبد، والمستمعين كيعرفوني علاش كنهضر، الوغ هادو مواد خنزيريه، الجيلاتين الليسيتين. الناس المنتجين ديال الجيلاتين في العالم، المنتجين على عكس الناس في المغرب، بعض الناس اللي كيدافعوا كيقولوا الجيلاتين ماشي ديال الحلوف ديال البقر الوغ وديال هاد الابقار. في اوروبا لما منعت الابقار منع الجيلاتين ديال الابقار. الناس المنتجين، اول المنتجين وتحيه لهم، منتجين في العالم ديال الجيلاتين، كيقول لك الجيلاتين ديال الحلوف، هو ما كيدافعش على راسه، هو عنده رساله خاصو يقولها وعنده ضمير. مع العلم ان كنلقاو بعض الناس اللي كيدافعوا على هاد الناس هذوما. الوغ الجيلاتين والليسيتين مواد خنزيريه بامتياز، وبالتالي الاطفال ملي كياخذوا هاد الحلويات مذاق حلو زائد مواد خنزيريه، كيكون عندنا نمو ديال هذا الديدان في الامعاء ديال الاطفال ديالنا. يكفي اننا نرجعوا النظام العادي، يكفي اننا نرجعوا النظام العادي الجيد، الاغذيه اللي هي جيده، وهذه الاشياء اللي كتحيد. نمشيو دائما في تواصلنا مع المستمعين الكرام. هذه المره معنا زهور على الخط من مدينه مراكش. صباح الخير زهور. صباح الخير اختي، السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور لاباس؟ زهور اول حاجه الراديو رجاء اللي حداك طفيه ولا بعدي عليه؟ بعدي على الراديو زهور. ايه صافي مزيان دابا؟ دابا احسن، تفضلي يا زهور. الله يخليك اختي، انا عندي اكتئاب هادي عامين وانا كنداوي عليه، كنصاب بالدواعيت، وجاني فاش ولدت واحد البنيه دارت شرايين، ديك الساعه جاني. ودابا ديك البنيه كضرب لي راسها مع الارض، حيت ما كنتش كندير فيها ومرت بزاف. نعم. وموراها جاني السياتيك، وجاني ديك انزلاق الغضروف. انا عندي 27 سنه، هو مثلا بلا ما نقول لك كان عندي مشاكل بزاف في الماضي من الصغر، وداك الشيء الشيء اللي كاين اختي. وعيت بالدواء زعما قلت راني نمره ديال الدكتور ولا لكن كتاخذي هاد الادويه؟ عندي ملي كانت بنتي عندها شهرين، دابا بنتي عندها عامين وشهرين. نعم. ودابا بنتي ما مقفش كل دايره، كتعصب بزاف، كتقد تخبش راسها، كتضرب راسها مع الارض، وما كتهضرش مازال، يلا ما كتقول، تقول غير بابا، كتقولي شي حاجه خفيفه في الهضره. واخا زهور ما تقطعيش، الا سمحتي رجعي لعند سميحه في ستوندار باش تعطيك الرقم الهاتفي وتعرفي كيفاش تواصلي مع الاستاذ محمد الحليمي. شكرا لك زهور تواصلتي معنا. فهنا المساله ديال الاكتئاب اللي كيكون ما بعد الولاده. استاذ الحليمي، ربما كاينين الناس اللي حد الان ما مصدقينوش، ولا كيقول لك هذاك راه غير فشوش، هذاك غير كذا، ما يعني انه المراه النفسيه ديالها كتغير. يعني اليوم الابحاث كلها كتاكد على انه ذاك التغيير الهرموني اللي كيوقع في الجسم ديال المراه ربما من اول يوم
كيتوضع فيه يعني في الرحم ديالها وكيكون داك التغيير يعني طبعا كنتكلم على الجنين فراه النفسيه ديال الام كتغير وربما كنشوفوا يعني نساء اللي في هذه المرحله على اقل حاجه على مثلا ربما بين قوسين الناس اللي كيسموها اتفه الاسباب ديك الدموع ديالها كتنزل كيولي داك البكاء كتولي ديك الحساسيه الزايده بزاف فظهور كانت الحاله ديالها من بعد الولاده يعني بشهرين المشكل دابا عند زهور مازال كتاخذ العلاج شخص الاطباء الحاله ديالها قالوا انه اكتئاب ولكن دابا المشكل بالنسبه لبنيته اللي لاحظت على ديك العصبيه قالت انها كتضرب راسها مع الارض ربما كتخدش راسها وكتقمش راسها وهاد الامور كامله فشنو هي النصيحه اللي نقدروا نعطيو لزهور استاذ الحليمي نعم هو اولا في القريب العاجل ان شاء الله غادي نديروا حلقه خاصه على الاكتئاب نعم لا بد اننا نهضروا على الاكتئاب والجانب الغذائي على بالنسبه للمشكل ديال الاكتئاب ما بعد الولاده انا غنشرحه بشكل بسيط جدا يعني هو كاين هو واقع استاذ الحليمي اكيد كاين يعني علميا ثابت علميا كاين ولكن الله سبحانه وتعالى عطانا الحل الوغ هادشي اللي خاص الناس يعرفوه الوغ مين كتولد المراه كيطلعوا جوج ديال ما كنقولوش هرمونه كنقولوا هرمون المناسبه صح شي ديال لي هرمون كيطلعوا كاين البرولاكتين والوسيتوسين البرولاكتين عنده علاقه بالمونتيليتوز عنده علاقه بانتاج الحليب باش يكون الام عندها حليب هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه هو الوسيتوسين الوسيتوسين كيتفرز حنا عندنا الوسيتوسين فوقاش كيتفرز مي كتمشي عند الاب الام ديالك مي كدوز يدك على راس يتيم مي كتدخل في علاقتك بالطبيعه معناتها هذا هرمون يسمى بهرمون الراحه وهرمون السعاده انا الله سبحانه وتعالى مي كتولد الام كيعطيها البرولاكتين باش يكون عندها الحليب وكيعطيها الاوسيتوسين هاد الاوسيتوسين هو اللي كيحمي المراه من اكتئاب ما بعد الولاده من هنا كنفهموا ان الاكتئاب كاين علاش لان الام كتكون في واحد المرحله كتولي واحد المرحله اللي راه ماشي سهل بين عشيه وضحاها شوف الله سبحانه وتعالى عطاها بالتدريج الطفل الجنين بدا شهر 3 شهور باش بدا تولف 4 شهور واحد حتى لواحد النهار كتولد الام كتلقى امامها كائن بشري سميتو الطفل ديالها يعني راه نفسيا ماشي عادي ولكن الله سبحانه عطاها الحل عطاها الحل واخا الوغ الحل حنا باش سببنا مشكل الحل هو بالجانب ديال المشكل الهرموني الوغ في التغذيه ديال الام في استعمال هاد موانع الحمل اللي كاينه دابا في التغذيه اللي كاينه دابا فيها هرمونات بعض اللحوم بعض الانواع ديال الاغذيه فيها هرمونات هاد الاشياء اللي ولينا دابا ولا عندنا اضطراب في الهرمونات معناتها انه واخا الام فاش كتولد هاد لوسيتوسين ما كتفرش بنسبه كبيره ولا ما تفرزاتش لوسيتوسين كتكون الام في واحد الحاله كارثيه واخا هذه النقطه الاولى وهادشي باش كيتحسن الناس كانوا كيديروا في قديم الزمان معروف المراه كانوا كيعطيوها المرقه ديال الدجاج البلدي هذا فيه اعجاز كبير بزاف الوغ الدجاج البلدي كانوا يعطيوه للمراه فاش كتولد كانوا كيعطيوها للانسان كيدير عمليه جراحيه كيعطيوها للاطفال فاش كتكون عندهم سيركونسيزيون فاش كان عندهم الختانه الوغ الناس كانوا راقيين كيعطيوهم هذه المرقه هذه كيعطيوها الشيشه كيديروا لها هذا المساخ اللي معروف حنا بهذا المصطلح هذا في المغرب الوغ هذا الشيء هذا كامل كيساعد المراه على افراز هذا الهرمون اللي كنسميوه هرمون لوسيتوسين من هذا بالمناسبه بغيت نشرح حتى واحد النقطه اللي الناس كيسولوني عليها وديما كيطرح لي السؤال المساله ديال الوحم النقطه ديال الوحم العديد من الناس ما كيفهموهاش نعم وكاين اللي ما كيصدقهاش استاذ الحليمي بالمناسبه لا كاينه لا الوحم كاين حنا نعم. الاشياء اللي كنعيشوها في الحياه اليوميه ما كنقدروش لان التجربه والحياه اليوميه واللي هو ملموس ما نقدروش نكذبوه الوغ الوحم كاين ولكن علاش بعض الامهات كيتوحموا وبعض الامهات ما كيتوحموش وكاين اللي كيجي الوحم مجهد اللي كيدوز المده ديالو طويله وكل واحد كيختلف اولا كل واحد كيختلف لانك انت بوحدك في هذا الكون ما كاين حتى شي واحد ما كيشبه لك واخا التوام ديالك ما كيشبه لك وهذه نعمه هذه كل واحد غادي في حياته خاصو يدير هذه الفكره في باله بان هذا المجتمع هذه الارض انا بوحدي مثلا واحد الشخص بوحدو في الشخصيه ديالو في ذاك لي جونبخانت اللي كنديروهم ملي كنمشيو مثلا صوب لاكارت ناسيونال هكاك الشغل بصمات هكاك فوق الارض معنات انك عندك واحد الواجب خاصك ديرو انت قبل ما تموت خاصك دير واحد الواجب باش تكون عندك حياه طيبه ماشي المعيشه الضنكه هذو الفرق بيناتهم الوغ الوحم شنو هو؟ عندنا واحد العضو سميتو المشيمه في الجسم ديالنا المشيمه كتشد الاكسجين من الدم ديال الام وكتدخله للجنين قامت بالدور ديال الرئه كتشد الجليكوز من المشيمه ديال الام ومن الدم ديال الام وتدخله للجنين قامت بالدور ديال الجهاز الهضمي
كتشد الانسولين وتدخلو من الدم ديال الام وتدخلو من الدم الجنين، قامت بالدور ديال البنكريا كتشد ثاني اكسيد الكربون ديال الطفل وتخرجو للدم ديال الام، قامت بالرئه ونفس الام جزء منه هو نفس الجنين، كتشد حمض اليوريك او لما يسمى بحمض البول، شرف الله وقدركم وقدر المستمعين، كتخرجوا الدم ديال الام، جزء من البول ديال الام هو البول ديال الجنين ديالها. والجميل شنو هو؟ شوف سبحان الله، كيكون الغيزيوس، شنو هو الغيزيوس؟ هو الفصيله ديال الدم ديال الام كتكون مغايره الفصيله ديال الدم ديال 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 الجنين. الوغ الانسان كائن بشري الا خذا فصيله ديال الدم ماشي ديالو ممكن يموت في ثلاثه ديال الثواني. الله سبحانه وتعالى عطانا هذه الماشين ما كتفصل، ما كيتخلطش هذا لي ريزوس ما كيتخلطوش، وكاين باساج كاين واحد العبور ديال هذه الاغذيه هذه. الجميل في الامر شنو هو؟ هو ان الجنين كيكون الام ما كتكونش كتاكل مزيان، كيكون ناقص واحد العنصر. الماشين شنو كدير؟ كتخلي الام تشهى هذا الغذاء اللي فيه هذا العنصر هذا. سبحان الله. نعم، كتخلي الام تشهى هذا الغذاء اللي فيه هذا العنصر، والام كتاخذ هذا الغذاء والطفل كياخذ الحاجيات ديالو باش كيكون الجنين باش يتحقق فيه قول الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. وكنقولوا لحديثي بقيه، وتذكروا دائما ان الداء والدواء في الغذاء، والمرض وارد والشفاء مطلوب، والوقايه خير من العلاج. هي اجمل عباره دائما كنختموا بها لقائنا معك الاستاذ محمد الحليمي، اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه. وحنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، ما تنسوش على انه موعد جديد مع موضوع جديد دائما كيهم الصحه والسلامه ديالكم، تسنوه الاسبوع الماجي بدايه من يوم الاثنين. لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد، كانت معكم وراء الميكروفون صابر فوندا رافقني في الاخراج، وسميحه مشكوره كانت في استقبال مكالمتكم. يوم جمعة مبارك إن شاء الله، كنتمناه للجميع، وصبيحة سعيدة، إلى اللقاء.